دكتورة، أنا على أبسط الأشياء أحس الشخص تعدى علي، وعندي هوس أني أبين شخص قوي جدا، هل هذه مشكلة؟ نعم، هذه يعني مرحلة غضب، هذه أزمة غضب، وبالتالي أنت طوال الوقت تبغين تثبتين أنك على حق، طوال الوقت تبغين تصرخين، طوال الوقت تبغين تنتقمين، طوال الوقت تبغين تقولين أنا قوية، شوفوا عضلاتي ومدري إيش وكذا، يعني محتاجة طوال الوقت أنك تأدين هذه المهمة. اقترح عليك انك تنظفين الغضب، عندنا يعني جلسة الغضب كثير راح تساعدك في هذا الموضوع. من وين جت؟ في الغالب انه تم التعدي عليك وعديت الموضوع، بالتالي كل المخلفات تبع القصة عليك، كلها تبع القصة عليك. هل ممكن انك تنظفين القصة ويروح الغضب؟ نعم ممكن، لكن ايضا في تبعات، فبالتالي يحتاج انظف الشعور وانظف الحدث. فممكن انك تستفيدين من الغضب، ممكن تستفيدين ايضا من السول ديتوكس.